الليله دي كلها قلق، احنا نلم الحاجه ونتكل على الله. ماشي يلا. ايه تاني؟ ايه تاني؟ هتلاقيه بقى. واضح ان قتل الزعبلاوي اللي هو مش الزعبلاوي اللي في البيت اللي جنبينا. يلا يا جماعه. دي سرنت البوليس. سرنت البوليس بس بيستهبلوا. يلا. طب يا ترى بقى مين اللي جاي المرة دي؟ يا رب بقى يكون البوليس بجد ويقبض علينا ونخلص كلنا من الليلة الخضرا علينا. صباح الخير. صباح الخير. اشحنني بخمسة جنيه. ايه؟ هو ليلى، ما انا عارف هي ليلى. ايوه حضرتك. خير؟ أنا زازا. زازا إزاي يعني؟ إيه ده؟ في حد معقول في مصر وكلها والعالم العربي ما يعرفش زازا؟ أنا زازا بتاع تاني بالفرح داني لما قلبك نداني فاكس هلي وهداني فاكس بحر اعرف اللي معايا اساسا. بس انا بحب اقوم تابعه على اليوتيوب. بتابعه؟ ماشي. ايوه يعني حضرتك عايز ايه؟ انا محفوظ الشهير بزازا، مدير شركه الرعايه الامنه والتوظيف. الامنه جدا، الامنه خالص. اسم الشركه مقلق. هو الصراحه القلق مش من اسم الشركه، هو شكله يقلق. مين فيكم بقى الزعبلاوي بيه؟ زعبلاوي؟ اوه الزعبل. عايز ايه ده؟ انت عايز ايه؟ بس خلاص محدش يقول، انا هعرفه على طول. يلا انت قول. ايه؟ قول. لا انا اسف والله. ليه يعني؟ اصلا انا للاسف راجل. يعني جيت في واحد راجل للاسف. سؤال، انت راجل؟ اه. شفت ده انت قلت اهو. ده انا هتجرس في المنطقه. قول بجد. صحه وعافيه. لا مش انت، مش انت. انت ممكن تقول الله يسهلك. هتقول ولا هقوسك في كوارعك؟ يا عم برضو مش انت. طب يمكن انت. وبعيد، خليك بعيد. مش ممكن، هو ده الزعبلاوي بيه. انا فاكر صوته نفس الصوت اللي قال لي في التليفون. انا الصوت اللي اسمعه مره واحده ما انساهوش ابدا، ودي بقى ميزه في زازا. اشحني بخمسه جنيه. بعيدا عن الاداء المبالغ بتاعك، يعني انت عايز مين؟ انا عايز الزعبلاوي بيه. حضرتك طلبت مني عدد اتنين بنات فابويكا. انا طلبت بنات. طلبت بنات. قلت له زود ال يزود ايه يعني؟ طلبت اتنين بنات، هيزود ايه؟ هيزود السلطات يعني ولا هيزود ايه؟ سلطات بقى واتنين تاتونه واتنين. نظبط الكلام. يعني يوم ما تغلب تدخل الروايات في بعض. ماشي. انت هنفكر. مش انا. يلا. مش انت ازاي؟ لا انت الزعبلاوي بيه. ماشي انا الزعبلاوي. عايز حاجه حضرتك؟ اودي فين البنات اللي معايا؟ خليهم عندك 3 4 ايام على ما اكلمك تاني واقول لك تقوم جايبهم لي. لا مش ممكن، مش ممكن بجد. ابيتهم فين؟ انا مش عندي مكان. وبعدين بص، حضرتك طلبت اوردر تمام ودفعت الحساب وانا جبت المطلوب. ارجوك ما تحملش اكتر من كده في وقتاتي. زازا هيتوتر. بقول لكم ايه، احنا نقتله عشان نحافظ على الرجاله برضو. ها سرعه الرجاله هتبوظ. لا دم وقتل. لا تفوا عليا وانا متغرقان.
وصراحة مش احنا اللي هنعمل كده، كل دول اللي هيعملوا كده حالا. يلا اتكل على الله يا عم الحاج. سعبلاوي سعبلاوي عندي اقتراح، بس ما نخليه يجيب البنات دولت غلابه، نبيتهم عندنا النهارده ويمسوا بكره. يا عم مش عايزين قلق. اقول لك على حاجه والنبي معلش، انت شايف الدنيا ناشفه ازاي؟ وهو هيجيب البنات لينا وانت شايف زازه. طيب البنات هيبقوا عاملين ازاي؟ ماشي ماشي، بس انا اللي هختار الاول. ها لا انا اللي هختار الاول. لا انا اللي هختار الاول. انت كل حاجه تقفش فيها. خلاص هقول له يمشيهم. لا 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 خلاص اختار اختار يا عم اصبر. ماشي روح يا زازه هاتهم يلا. اوكي هروح اجيبهم على طول واطلع من بوا بوا. اوكي حد عايز مني حاجه؟ لا شكرا باي. اشحن لي ب10 جنيه باي. خد 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 تعال 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 تعال. هو الباب منين؟ الباب منين؟ طب اقول الجمله دي تاني؟ لا لا هي هي كنت حلو كنت كويس سامع. يا نهار اسود بنات ايه يا جماعه، ده احنا عايزين ناخد الحاجه ونجري. تقولوا لي بنات وهباب. والنبي مرزوق ابوس ايدك عشان خاطري انا اللي لما البنات تيجي انا اللي هختار الاول. سيبك من الاختيار، احنا دلوقتي المشكله لو جم البنات دول وعجبونا وقعدنا معاهم شويه البوليس هيطب هيبوظ الدنيا. مش مهم بس يطب علينا برضو، واحنا مش بنسرق واحنا معانا بنات. يعني صباح الخير. مين اللي كان عايز يختار الاول؟ اتفضل اتفضل اختار الاول. اتفضل اتفضل. ازاي ده انت المعلم زعبلاوي؟ يا عم لا معلم ولا بتاع عقل. خلاص يلا حد يختار حد. خدوهم هم الاثنين، خدوهم هم الاثنين، هم اثنين واحنا ثلاثه، انتوا الاثنين خدوا الاثنين يلا يلا. طب روحوا انتوا انا قاعد هنا. ايوه حضرتك. انتوا مين؟ احنا البنات اللي بعتنا زازه. انا رضا وهي مرتضى. طب روحوا وابعتوا زازه يلا. يلا يا جماعه ايه دول؟ ايه دول؟ انتوا مين؟ احنا فاهمين غلط، فاهمين غلط، في ايه؟ احنا الشغالات اللي انت طلبتهم. شغالات؟ اللهم لك الحمد والشكر يا رب. ان شاء الله عمرك. ده احنا ظلمنا ظلمنا زازه، كنا افتكرناه طلع مش. الحمد لله الحمد لله. طيب انتوا شغالات يعني؟ ايوه. المطبخ عندكم روحوا، احنا مش عايزين اي حاجه. مش عايزين اي حاجه؟ هو انت الزعبلاوي؟ ومين الحلوة اللي واقف هناك ده؟ ده؟ ده اسمه كالون. ده حلوة؟ ده شكله قرف الكلب. فعلا ده قرفان منه بقاله فترة. فعلا كلب على طول قرفان منه. فرحان انك كلب، فرحان انت. ها؟ انا قصدي على الاسمران ابو ضحكة جنان ده. بس ده؟ بس بتكسف. ده عاجبك حضرتك؟ ده قمر. قمر بالستر. ماشي ماشي ماشي. عموما المطبخ عندكم انتوا مش محتاجين اي حاجه، قهوه شاي حلبه كركديه حليب بسطرمه. حليب بسطرمه ده ايه القرف ده؟ ماشي ماشي روحوا، بس احنا مش عايزين حاجه، لما نعوز حاجه هنناديلكم. ماشي يلا بيت رضا. يلا يا مرتضى. سلام سلامة بكيزة سلامة زغلول. أنا حاسس إن أنا هرجع القرف ده. أنا حاسس إن هيحصل مصيبة، عشان كده لازم نلم الحاجة ونجري حالا. يلا يلا بينا، الفلوس دي تبعك. أنا شايف إن أنت بقى تسيبنا إحنا نلم وأنت تطلع بقى إيه تغير كده في الروقان. الجلابية دي للشبهان يعني. روح ألبس أي حاجة بس لموا الفلوس دي بتاعتي. يعني بلاش شغل الحرامية. أنا عارف إن أنتوا حرامية بس بلاش شغل الحرامية. ماشي ماشي. لا في عيننا إحنا ناس نعرف ربنا. بس بس ميسي بقى هو يا معلم. نعمل ايه بقى لو جه اي حد بقى نتعامل احنا معاه؟ ايه ده ازاي يا عم؟ ازاي يا عم؟ سهله يعني، هو الزعبلاوي اعمل انت الزعبلاوي. انا اعمل الزعبلاوي؟ ده سهله قوي، اعمله بسهوله. لا ده شرف انا ما اقدرش عليه. يا عم انا بقول لك اعمل زعيم سياسي، اعمل الزعبلاوي يا ابني. ده عايز نجم برضه، انا ما انفعش. بص لف كده، هو الزعبلاوي انت اعمله اعمله. ماشي يلا وريني الزعبلاوي. هو كان بيعمل ايه؟ شوله. ايوه بس خف انا يا ابني نجم برضه. لا 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 انت مع التكرار هتتعود عليه. اعمله ماشي خلاص. يلا انا هعمل الزعبلاوي وانت اعمل واحد جاي بقى ياخد فلوس من الزعبلاوي. اكنك ما تعرفنيش خالص. اكني ما اعرفكش ولا عمري شفتك. يلا بينا. ولا حمدي. ايه؟ ايوه ايوه ما تعرفنيش خالص. ايوه يلا. ولا دنجل. يا ايوه يا معلم انور، ما نعرفش بعض خالص. كمل استعبل. كمل.
فين يالا الفلوس اللي عليك يو؟ اما الفلوس جبتها لك ايه بس هي موجوده. تفتكر انا قتلت ابوك ليه يو؟ عشان جاب لك الفلوس وطلعت ناقصه باكو. تفتكر قتلت امك ليه يو؟ عشان جابت لك الفلوس وطلعت ناقصه باكو. تفتكر قتلت بنت عم خالتك ليه يو؟ عشان جاب لك الفلوس وطلع برضه ناقصه باكو. تفتكر صابر عليك ليه يو؟ عشان الفلوس دي كلها ورق ابيض اصلا مش هتفرق من باكو. لا لا مش هينفع يا عم مش هينفع. يا عم انت بتعمله حلو. يا عم هو نجم يا عم انا ما بعملوش حلو. طب اعمل انا الزعبلاوي واعمل انت الضيف. اعمل الزعبلاوي. انا بقول لك اعمل الزعبلاوي ومش واحد في مستشفى الصدر. بس بص احنا قبل ما نموت نسرق شويه نفرح بيه. طب يلا يلا بص يلا نلم الخفيف والمهم عشان خاطر احنا كده هيتقبض علينا. قصدك يعني اسرق ما خف وزنه وما ثقل دمه. يلا بينا. طب تمام. اسرق منين؟ انت خش من هنا وانا هخش من هنا. ماشي يعني انا اخش من هنا وانت من هنا. اتكل على الله. يلا بينا يلا نسرق. يا لهوي يا لهوي ده السرقه دي في الفيلا دي كبيره قوي. ده ايه الجمال والحلاوة دي يا ابني ده؟ يا لهوي على الملك والملكوت. يا عم انا مش لاقي اي حاجة تتسرق. انا مفيش. انت دخلتني الجراس ولا ايه؟ ازاي يا ابني في ايه؟ ما انت سارق اهو. انا مش فاهم. الناس دي بتعبد اصنام. طب بص دخلنا انا حتة جديدة اسرقها. لا بص بقى يا معلم انا هدخلك مكان جديد ما فيهوش حاجة. خش انت من هنا وانا اخش من هنا. برضو حلو ده. يلا بينا يلا بينا نسرق بسرعة بسرعة. يا ايه ده؟ انا مفيش اي حاجة هنا تتسرق. انت بتدخلني اماكن ايه يا عم؟ انت سرقت كل اللي كان هنا ومدخلني. ده ايه الملك ده يلا يا لهوي؟ انت بتجيب الحاجات دي منين؟ مش عارف بيحنطوا دول ولا بيعملوا ايه؟ طب بص بقى انا زهقت. انا خدت انا اسرق من هنا وانت غور في 60 داهيه. ماشي خلاص. يلا يا عم ده انت الضاع. ربنا يسترها انا هخش من هنا ده المضمون. يا ايه الجمال ده يا عم ده؟ ده يا عم تعالى ده في حاجات غريبه قوي. تعالى انت يا لهوي ده في ثلاجه جوه فيها تفاح. الناس الاغنيه دي مش التفاح ده بيتحط في الشارع ده ازاي يحطوه في الثلاجه؟ ده ناس مجانين ولا ايه؟ ما تتفرجش على افلام اجنبي يا ابني. يا عم بتفرج وانا بس غريبه. التفاح لونه اخضر فيه تفاح. جود افترنون. انت فتحت التلفزيون؟ جود افترنون سمير الاسكندراني. جود afternoon. حضرتك ايطالي؟ ايه ده ايطالي؟ طب انت المثقف بقى اللي فينا. ترجم لي يا عم الحلم. اوكي اوكي اوكي. قول good afternoon. good afternoon بس وخلصنا. good afternoon good afternoon. اهدى اهدى ما بفهمش ايطالي. اساله بالايطالي اسمه ايه. اوكي اوكي. حبيبي انت اسمك واخد ايه؟ انا اسمي مش واخد حاجه. انا اسمي كارلوس. قال لك ايه اسمه كارلوس؟ طب اساله بالايطالي هو جاي عايز ايه. اوكي اوكي مستر كارلوس. وي انت جاي حبيبي عاوز ايه؟ بليز انا عاوز مستر زلعباوي. اوبا اوبا ايه خد انت فهمت. ايه ده صح. المفروض ان انا اللي بترك. بقى ابتديت افهم ايطالي خفيف يعني. قال هو قال لك ايه؟ اصل انا ما فهمتش. انا كنت بقول اوبا كده بصطادنا موسى. قول لي انت حبيبي قلت ايه؟ ايه قلت ايه انت؟ انا ما قلتش. انا قلت عاوز مستر زعبلاوي. قال لك ايه؟ عايز مستر زعبلاوي. اوبا مظبوطه دي. دي حلوه. احنا وصلنا العالميه بقى يسالوا علينا اجانب. اسألوا بقى اسألوا برضو زيادة احتياط. شاف الزعبلاوي ده قبل كده؟ اوكي اوكي مستر كارلوس. وايه انت شفت واخد زعبلاوي قبل كده حبيبي؟ لا انا عمري ما شفت زعبلاوي. قال لك ايه؟ عمره ما شاف زعبلاوي. حلو قوي. ثمنه بقى جاي. قول له ثمنه جاي وخلاص وكله تمام. اوكي اوكي مستر كارلوس. وايه واخد زعبلاوي زمانته جاي في السكه دلوقتي تلاقيه متاخر مواصلات زخمه. زعبلاوي جاي؟ اوكي جاي. انا استنى زعبلاوي حبيبي انت من يا سلام. يلا يا جماعه يلا انا غيرت اللم. ما لميتوش الحاجه ليه؟ ما حطيتوهاش في الشنط ليه؟ مين ده؟ This is مستر زعبلاوي. مستر زعبلاوي نايس تو ميت يو. مانويل جوزيه اهلا وسهلا حضرتك. من ساعه ما سبت الاهل الدنيا باظت والله حضرتك. مستر زعبلاوي ما فيش وقت نضيعه معاك. انا عاوز كل المعلومات. ما
معلومات ايه؟ المعلومات المهمة. معلومات ايه؟ ما انا مش فاهم حضرتك. خالتي بتسلم عليك. وانا عمتي بتعلم عليك. هي شغلانة يعني؟ ايه عمتي بتعلم عليك دي؟ وايه خالتك دي؟ خالتي ديفيد الموساد. الموساد؟ يا نهار اسوح. يعني مخدرات واثار وبنات مش عارف اسمه ايه، ها؟ وكل الحاجات وكمان جاسوس. يا جماعه نجري، يا جماعه نجري. زعلباوي. نعم. هتفضهنا. انا اللي هفضهك؟ إيه انت شكلك اساسا يفضه يعني. زعلباوي فين اللبوس؟ في الاجزخانه. يلا. ده سيم ده؟ سيم. اقول له ايه؟ اقول له اللبوس ايه حضرتك؟ فين اللبوس يا زعلباوي؟ اللبوس اللي هو ايه حضرتك؟ اللي هو الفلاشه اللي عليها المعلومات. فلاشه؟ ايوه. الفلاشه يعني انت عايز ايه؟ الفلاشه؟ عايز الفلاشه اللي بعتتها خالتي. الفلاشه في الجلاشه. فين الفلاشه يا زعلباوي؟ الفلاشه فين يا جدعان؟ بص هقول لك على حاجه. اي حد بيجي بيدي فلوس ده اكيد هيدينا فلوس، اسالوا عليها. طيب خالتك ما بعتتش معاك حاجه يا خواجه؟ هلت محشي. ده بيصيح. اكيد حاله المحشي دي سيم يعني جري جري. حاله محشي. طب ما دوقنا حاجه من حاله المحشي دي. بس كده من عينيا. خد سبع الكوسه ده. ده بالدولار. يالا يخرب بيتك. ايوه فعلا كل اللي بيجوا بيدفعوا. طب 100 100 100. طيب ما دوقنا بقيه الاكل بقى يا خواجه. مفيش بقيه اكل. فين الفلاشه؟ الفلاشه فين؟ فين الفلاشه؟ طب ادينا الحله كلها وبعد كده نديك الفلاشه. الفلاشه يا جدعان. ما لازم تطلع الفلاشه.